هذا وأقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر القضيبية هذا اليوم مأدبة غداء، وذلك بمناسبة الاحتفال الذي أقيم لتقديم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الرابعة 2018-2019. وحضر المأدبة كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والسيد فيصل عبد الستار إدهي ممثل مؤسسة إدهي الخيرية بجمهورية باكستان الإسلامية الفائزة بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، والوفد المرافق وأعضاء مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وعدد من المدعوين. احتفالا بالذكرى العاشرة للمكرمة الملكية السامية التي تفضل بها سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بإطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه على جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، لتجسد النهج القويم لمملكة البحرين في خدمة الإنسانية في شتى مجالات الحياة. طبعا اليوم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في نسختها الرابعة تأتي لتتوج 10 سنوات منذ أن أعلن سيدي حضرة صاحب الجلالة عن هذه الجائزة. اليوم أحد المشاريع التي بالفعل تخدم الإنسانية مباشرة في أحد الدول، تم تكريم واختيار مؤسسة التي تقوم على هذا الموضوع. الجميل في الأمر هو أنه عندما نعرف الإنسانية بمعناها المطلق المجرد عن أي نوع من أنواع الوصم، سواء من ناحية العرق أو اللون أو الأصل أو الاتجاه الفلسفي أو الديني أو العقائدي، أعتقد بنصل إلى إنسانية حقة. وجدناها اليوم في هذه الجائزة التي تجسد حقيقة مواجهة حقيقية ضد أعداء الإنسانية، سواء تتمثل في الفقر أو في الجهل أو في المرض. مؤسسة واحدة تقوم بهذه الحروب على 3 جبهات أساسية وتنجح فيها، أعتقد أنها ملهمة لكثير من يتعاطون مع العمل الإنساني. طبعا الجائزة أهميتها تكمن في أنها أولا تعكس الجانب الحضاري والإنساني في مملكة البحرين، والذي يعني يدعم من قبل القيادة السياسية في البلد، وأيضا تخليدا للدور الإنساني الكبير الذي قام فيه الراحل الكبير أمير البلاد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة رحمه الله.
أعتقد أن هذا الدور يعكس أولاً ما تحلى به الراحل الكبير من صفات وسمات ميزت شخصيته على مدى عقود طويلة، وارتسمت أيضاً في معالم وطبيعة شعب البحرين. تقديراً ومكافأة لأولئك الذين يريدون تغيير العالم نحو الأفضل من خلال عملهم الدؤوب والمتفاني في خدمة البشرية والتطوع من أجل رقي المستويات المعيشية والاجتماعية للأجيال القادمة من خلال خلق الوعي بالمساعي الإنسانية النبيلة وغير العادية عبر العالم، وتكريماً للمنظمات والأفراد الذين أظهروا قدرات متفردة في التأثير على العالم، جاءت جائزة عيسى لخدمة الإنسانية. سعيد جدا أن أكون في احتفال تكريم الفائز بجائزة الشيخ عيسى للأعمال الإنسانية، هالجائزة العالمية المهمة اللي توصل رسالة للعالم عن ثقافة وحضارة البحرين وحب البحرين لعمل الخير، وجائزة تخلد شخصية عظيمة في العمل الإنساني. أنه شرف لي كممثل الأمم المتحدة أن أحضر جائزة عيسى للخدمات الإنسانية. حقيقة ما شاهدته اليوم هو تعبير عن أصالة البحرين في قبول الآخر، في التسامح، في العطاء. جائزة عيسى التي أعطيت لمؤسسة إدهي هو تمثيل حقيقي لما نطلق عليه أجندة التنمية المستدامة 2030، وبخاصة لا نترك أحد يتخلف عن ركب التنمية. فحقيقة هذه المؤسسة التي مؤسسة إيديا التي تم منحها هذه الجائزة تساعد الفقراء، تساعد المحتاجين، تساعد الأطفال، وهو جوهر أهداف التنمية المستدامة أن لا نترك أحد. فشرفت أن أتعلم عن هذه المؤسسة من خلال البحرين، من خلال وجودي هنا. مجالات الجائزة المتنوعة بين الإغاثة والتعليم والتحضر المدني وخدمة المجتمعات وتعزيز السلام والتسامح لفتت الأنظار إلى رسالتها النبيلة وأهدافها السامية، فباتت محط اهتمام عالمي كبير نظرا لرقي ما تقدمه من دعم وتشجيع لجهود خدمة البشرية حول العالم. عرفانا وتقديرا لذكراه العطرة وشمائله الفاضلة، وصلت جائزة عيسى لخدمة الإنسانية إلى العالمية، متجاوزة حدودها المكانية، شاملة أهل العطاء والخير في كل أرجاء المعمورة، وذلك برعاية ملكية سامية تؤكد نهج خدمة الإنسانية في مسيرة هذا الوطن المعطاء. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.